السلام عليكم أيها المتابعون الكرام، شكرا لكم أيها الطيبون، شكرا على الثقة التي منحتموها لقناة سيمو نيوز، وأتمنى من المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظنكم. إذا الإخوة، كما ترون نحن متواجدون بمنطقة المحيط أو ما يعرف بلوسيون. إذا الإخوة، كان لابد لنا أن نتوقف بهذه المنطقة، ونحن متوجهون من مدينة سلا نحو الكوروسيل من أجل أن نقوم كذلك بتوثيق ما جديد ذلك المشروع السياحي الضخم، والذي سنوافيكم بفيديو خاص به. إذن الإخوة، كان لابد لنا من نتوقف هنا أمام المشروع السياحي الآخر، ألا وهو مشروع قصر باب البحر. يبدو لي الإخوة على أن هذا المشروع قد قطع أشواط طويلة أو أشواط يعني مهمة في الإنجاز، لأنه العديد الآن من البنايات يعني هي في مرحلة النهاية، والعديد من البنايات ظهرت للوجود لم تكن متواجدة في بداية هذا المشروع. إذا الإخوة، حسب ما أرى أنا، وكذلك يعني حسب ما يعني شاهدته منذ بداية هذا المشروع إلى يومنا هذا، أظن أن المشروع يسير نحو النهاية السعيدة. وكذلك كما نعرف جميع الإخوة أن هذا المشروع كذلك سيعزز من العرض والمنتوج السياحي لجهة الرباط بصفة خاصة، وللمملكة المغربية بصفة عامة. إذا الإخوة، رغم صراحة أن الأجواء اليوم كانت أجواء حارة بكل صدق وبكل صراحة، يعني والأشعة الشمس لا تساعد على التصوير بشكل جيد وجيد جدا، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا بالغيث وبالأمطار، يمكن الإخوة أن نقول كذلك لأن هذا المشروع يسير نحو النهاية يعني السعيدة. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يجدكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال، وإلى أن نلتقي في فيديوهات أخرى، أستودعكم الله على أمل اللقاء بكم قريبا.